والاثنين اللي عدوا دول قالوا لنا ان الترند ده خطير شويه في الوضع الحالي. السطوره فيه تاكم خطير، اول حاجه ان في كتل ثلج كبيره تقع بسبب الميه. بسبب الميه، فهي قالت لي ان في كتل ثلج كبيره وقعت عليها واضطروا ان هم يرجعوا. الحاجه الثانيه ان في ميه كتيره جدا هتجيب سوك، يعني الشراب بتاعك او الجزمه هتتبل، هتعدي ستريم وهيتبل، والبلع ده من حاجات خطيره جدا طبعا في الميه. فهم بيرشحونا ان احنا ننزل تحت او ممكن نطلع نكمل شويه شويه. نطلع نكمل لو عرفنا نكمل للاخر. نطمع حتة الدنجرس. المره اللي فاتت عملنا وريه حاجات دنجرس يعني، فاحنا بس يعني لو اي حد حس ان هو مش مطمن يعني الاسلم ان احنا نلف ونرجع. في مبالغه لكن ممتع طبعا الجروب الصحوه والكونسيستنس، يعني احنا دايما بنصر ان احنا نطلع كل يوم الصبح، دي حاجه عظيمه جدا حتى بغض النظر عن الجو. كل عافيه يا شباب، شرفت معرفتكم كلياتكم، وكان يعني شوي الهايك سهل فما تعبت كثير. انا اول هايك ليك؟ اول هايك لي وما تعبت كثير، وكان كثير سهل يعني الحمد لله. شرفنا فيكم جميعا. الهايك رائع ومفيش اي عقبات، بس المطر زياده بلينا شويه، لكن تمام يعني 3 ونص رايح 3 ونص جاي، حلو جدا. اللي حاول يكسر الروتين يجي هايك.